بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ مع بعض داتا ستراكشرز اند الجوريزمز. طبعا لأول مرة هتلاحظ ان انا بقول لك بالسي بلس بلس والجافا. هقول لك يعني ايه بالسي بلس بلس والجافا دلوقتي. ان شاء الله هنبدأ مع بعض داتا ستراكشر والجوريزم. انا كنت مذاكرها قبل كده بس انا محتاج ارجع عليها وارجع معلوماتي، فمنها نفيد ونستفاد. هراجع على معلوماتي وان شاء الله اقدم الكورس ده بشكل كويس، اقدر ايه اقدر من خلاله افيد الناس. الفكره كلها في سي بلس بلس والجافا ان انا بدل ما اعمل داتا ستراكشر الجوريزم بالسي بلس بلس او بالجافا، لا انا هشرح الحاجه وفي النهايه لما اجي اعمل امبلمنتيشن للحاجه اللي انا شرحتها هبدا بالسي بلس بلس وهخلصها واعمل بالجافا. يعني هعمل كود السي بلس بلس وهعمل كود الجافا. لو حضرتك عاوز السي بلس بلس اتفرج على السي بلس بلس واجنور الجافا. طب عاوز الجافا اسكيب السي بلس بلس وايه وخش على الجافا على طول، فهيكون عندك الكودين. الموضوع مش هيكون صعب ولا اي حاجه، الاكواد عاديه خالص، اختلاف امبلمنتيشن، اختلاف حاجه بتنكتب من هنا لهنا بشكل مختلف، الموضوع مش هيكون صعب يعني، لكن هنعمله بالسي بلس بلس والجافا عشان يكون حاجه برضه الى حد ما مختلفه عن اللي موجود، وان شاء الله ربنا يكرم وناخد ستيب ستيب ونبدا نخلص ده الشاشه والجوريزم بشكل كويس. تمام؟ تمام. ده بكل بساطه الايه اللي هيبدا بيه ان شاء الله. اتمنى يا جماعه يكون بلاي ليست موفقه، ولو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.